بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم في نوتيفيكيشن باستخدام البوشر. هنعمل ريل تايم نوتيفيكيشن عندنا في الابليكيشن بتاعنا، وزي ما اتفقنا ان دي بلاي ليست كاملة عندنا على القناة بتاعتنا، ممكن تشوفها من الأول. وازاي بننشئ انستجرام بالطريقة الاحترافية اللي انت شايفها دي، وتنشئ بوست وتعمل كومنت عليه بالطريقة الاحترافية. زي ما اتفقنا ان احنا هنعمل نوتيفيكيشن عندنا في الابليكيشن بتاعنا، وهنعمل اشعارات جنب كلمه انستجرام هنا. واحنا جبنا البوتن ده من البوت ستراب، وحطيناه عندنا في الهيدر. زي ما نروح للابليكيشن بتاعنا هنا، حطيناه هنا في الفيو، في لي اوت، في هنا كده في الهيدر. هي الجزئية دي اللي احنا جبناها بالظبط، هو كم سطر دول احنا جبناهم من البوت ستراب وحطيناهم، فظهر عندنا بالشكل زي ما انت شايف ده، اللي هو جرس اشعارات عندنا في الابليكيشن بتاعنا. ده بس اللي احنا عملناه. طبعا احنا محتاجين عندنا نعمل حاجة اسمها ايفنتس. الايفنتس دي اللي هي بتعمل فيها النوتيفيكيشن بتاعنا، عشان نقدر نربط بين البوست هنا في الكنترولر في ال HTTP كنترولر، هنربط بين البوست والكومنت، تمام، عندنا عن طريق الايفنتس باستخدام ان احنا هنعمل ايفنتس عندنا بنربطها مع الداتابيس مع بوشر. هنجي نفتح كده كوماند لاين اللي هو التيرمينال بتاعنا، وهنقول له PHP artisan make events وهنسمي الايفنتس بتاعتنا، هنسميها نيو نوتيفيكيشن. نيو نوتيفيكيشن، والنيو نوتيفيكيشن ديت هتكون طبعا هتاخد اللي هو هنا فولدر جديد هيظهر عندك فوق في الاب، وهياخد هيقول لك ان هيبقى ده نيو نوتيفيكيشن دوت بي اتش بي زي ما احنا شايفين كده. معلش احنا كاتبين ايفنتس بالجمع، وهي بس ايفنت عشان هو كده ما طرد عليها. فهنعدل هنعدل في الكوماند، هنعدل هنشيل الاس بس، تمام كده انشاو يا جماعه. هو بيقول لك ان هو في الاب في الايفنتس نوتيفيكيشن عمله لك اتس اكسس زي ما انت شايف كده اهوت. طيب طبعا في الكونستراكت هنمرر البيانات بتاعتنا اللي احنا عايزين نمررها هنا. طبعا احنا هنستخدم البرودكاست عندنا عشان نقدر ان احنا نتحقق من البشر بتاعنا. طيب هنا البيانات اللي هنمررها ايه؟ اول حاجة في الكونستراكت هنمرر الداتا، هنقول له هنا data، الداتا ديت هتساوي array فاضية. تمام، احنا هنا بقى نجيب البيان بتاعتنا. المفروض ان احنا عاملين علاقة مع اليوزر اي دي هنا كده في جدول البوست، هنا في البوست في البوست كنترولر. المفروض ان احنا في علاقه مع اليوزر اي دي، ادي اليوزر اي دي دي كده هنمررها هناك في النوتيفيكيشن. هنمررها الاول فوق البيانات فوق الاول، هنمررها هنقول له public public
هنا هنقول له يوزر اي دي. VoiceOver off. طبعا هنقول له نمرر الكومنت كمان. وهنمرر البوست ايدين. وهنمرر اليوزر نيم كمان. يوزر نيم. وهنمرر التاريخ. الديت. ونمرر التايم. كده يعتبر هنجيبهم بقى نعملهم في الكونستراكت. هنقول له زيز البيانات دي كلها بقى. زيز اوف يوزر اي دي بيساوي الداتا بتاعتنا بالاراري بتاعتنا اللي هي تاخد اليوزر اي دي. كذلك بقى هنا هنعملها كم مرة؟ هنعملها كمان 3 مرات. هنا ناخد اليوزر نيم وهنا الكومنت وهنا البوست اي دي. وهنا مرر التاريخ بقى بتاعنا. نقول له زيد اوف الديت يساوي الديت مثلا. هنقول له هياخد بقى ايه اليوم والشهر مانس و اليوم. هنا ممكن كمان نعمل فانكشن اللي هي خاصة بالكربون دي خاصة بالعربي start with start time three straight to time
لياقة كربون زيها هناخدها هنعملها للطين. بس هنا بقى بدل الساعة هيكون ساعة اتش اي ايه بنفس الحاجة كده نسيف كده. يعتبر خلصنا ال notification او الايفنتس عندنا في الابليكيشن بتاعنا كده. يبقى فضل لنا ان احنا نربط البوشر عندنا بالابليكيشن بتاعنا، وده الموضوع هيكون سهل جدا بإذن الله.